خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أن ولا لي الوحن بالله بين تفسير القرآن الكريم كا إن شاء الله تعالى. وحن نكبل الله بين حق السرع. ما أنت وحن قاضن إن تفسير كسورة الفاتحة. سورة سورة الفاتحة لهذا وحن لهذا مقعية دفر بدن. مقعية وحا كم ذا أم الكتاب، الحمد، الصلاة، أم القرآن، السبع المثاني، القرآن العظيم. مقعيدان وحة الماما يا حديث نبي صلى الله عليه وسلم كسؤروري سورة وسورة آد فضل بدن. نبي صلى الله عليه وسلم حكوت الماما إن يتهي أعظم سورة في القرآن، سورة القرآن كأقوين إن يتهي أيوكوت الماما. وعكلو النبي صلى الله عليه وسلم أشاقي إنانو إلهي كسو دجين تورادي إنجيل تونا وحلام مدى فاتحة. وعكلو صحابة النبي أي كدوين دد سيد أبو سعيد رضي الله عنه أورينيو وحليا هاي وحاتقي كوح صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كامدة سفر بايو بحين كدبنا وحي كسو دجين وعي مرتئ النقضين قالوا كم إذا قالوا إنك عربته قال دينا ما يمرتي قادين كذبنا واحد عذاي إن نك سيد كواهاي ما ذحده وهال قنينه وحكستنا أي كديان وحي أي كديان أي وحبو تري ويدي كذبنا الصحابة أي مادين وأي كير أحدين عد واحد تفتام يد كشرته نك ما ذحده نواهاي القنيني بركاسة الصحابة قار كم إذا وحي أحدين ها لكن أنا وحبا كنت في ماينه وآيه مرتي آيان ويدين نقرني وآيه مرتي قلن ويدين مركز وآيه بعد فضنا سيسان سيانو قلت فنه وحيكو له الشيئين نمانكي أن إنا يسينا يان هدين كاسي وبكسدو عافي مادو حين أريا صحابي صحابة دي كميدا آيه كنت في وحانكو آخري سورة الفاتحة نينكي وعافي مادي وحابد نودابا إن دبر لغفري نمكينا بلنكي وي اوفيين وحي بلن قادين وي بحيين هذا بس حابد وحي كشكيين حولها سيناي حلاليهين وحولها طريقة ونهسان كسوغل ايهين يين كلا كدبنا وحي لهذين ارن كاين نسكهو بنو اي حولها يانا نقايف سنين مركان نبي صلى الله عليه وسلم اي اتاقين نبي بي ارن كو اشاقين وحان يكون لهذين رسول كي اله يو ان سياسة دعضي صحابي قاسنا فاتحة أيو كتفي مركا رسولكو ننكي بالله الله حكو يري وما يدريك أنها رقية نحاكو أغيسيي إناي سورة نتهاي رقية نحاكو أغيسيي وحو يري واد لها شين وسيوان أكسن باسا ميسين أني قانا حولها سامي قي قي قيب تهيدا يو قدرا حديث كان وعوت المامي يا سورة إناي تهاي سورة آدو قيمة بدن إلهينا وكشافيي نينكا حانو سنيي سورة فضلية دو حاقم دا إن وقت النبي صلى الله عليه وسلم إيه جبريل أي وضا فرديان و جبريل مقلي سنقات حاق سمد وكا مقلي كدبنا مدحي سو كرو قاضي أو يري هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط كان والباب كم دا الباب دا سمد ما أنت أوكلي أي الله فري هرين الله مفرين وحانا كسود دقي ملك وحو جبريل يري ملك سود دقي يدول كو سود دقي وليك يدول كو مسود دقي ما انت مو يعني حسا ملك يبو سلامي وحانو يري أبشر بنوريني أوتيتهما وعدكو بشاري ستالبا نور أما اللبا إفتين أول لغو سيي لم يؤتهما نبي قبلك نبي أديك كاه الرئيان آل سيمن فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة
كتاب القرآن كافات حديث سوية هي سورة البقرة خاتمة ديدة أما عيدها أو قطن بيا فضل جيدة وحا كاميدة سورة دن أن صلاة رقعات كستو كاميدة والله أخرين أيها والنبي صلى الله عليه وسلم وحا كسو أرورتين ويلي من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج قفك تكذا صلاة أنا كو أخرين أم القرآن وفاتحة اللو تيدو صلاة سوى مدان لما يسترنين صدح جربان النبي صلى الله عليه وسلم أريكاك علي رقص أبو هريرة رضي الله عنه وحالق يري أنه وحان قدم بين إمامك رقص أبو هريرة وحو يري اقرأ بها في نفسك يعني أخر سورة وحان مقلع رسولك صلى الله عليه وسلم إساقو أورانيا إلهي وحو يري صلاة وحان أقيبي أنيق إيا دونك لبقي بدبانا أقيبي صلاة وحان لوجه فاتحة أدونك إيقنا وحا أصبنا ذي وحو إيوي ديستي أدونك مركو إلهدو الحمد لله رب العالمين إلهي وحورنا يا حميدني عبدي أدونك إيقوا إما هديي مركو إلهدو الرحمن الرحيم إلهي وحورنا يا أثنى علي عبدي أدونك إيقوا يا ماني مركو أدونك إلهدو مالك يوم الدين إلهي وحورنا يا مجدني عبدي أدونك إيقوا إيوينيجي مركو إلهدو أدونك إياك نعبد وإياك نستعين إلهي وادوك ليانك عابدين أديك ليان وانك كالم ويديسنين إلهي وحول هذا بيني وبين عبدي تاسواتي أنك أدونك إيقا نود حيسي إنو يعابده أو يكالم ويديسته ولعبدي ما سأل أدونك إيقا نوحو ليهي وحي ويديسته أركو أدونك لهدو إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلهي وحورنا يا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل كاسو حوصو نادي أدون كيغا أدون كيغا نوحا أصو نادي أواصينا يا وحي أوي ديستو أن حديث كان مخلقا ورحمة يعلم ذو وحي سويديان مسألة مواتبيسا صلاة إن فاتحة لكو أخريو سقران قال أوان فاتحة هين أيا بوسكي فاتحة قلي كرا لبا قول او علماء داكتو دعان كاه ايا تشرا اي ابو حنيفة اي عدة وافق دي وحي قبان ان فاتحة دو آني واجب احين لف اهان تيدو اي قرآن كالي لغو كافتومي كارو او لا اخري كارو وحاني دليشان ايان فقرأو ما تيسر من القرآن وحي كالو دليشان ايان حديث كي صحابي كي سلاة دي سحوميه والنبي خيري ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن وحاد اخري دا وحي قرآن كم دا اي كوف الغاضة علماء الجمهور كستي قبان وحاويه إن أي فاتحة تهي واجب قرآن كلانا آنو بوسكي دي قلي كارين رقعات كستانا لغو أخي أيو صلاة دون آني فاتحة الآن أنسحين وحان دليشان يان حديثك بخاري ومسلم يسو صارين يوران أيه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب صلاة من لها قف كان أخرين كتاب كفاتحة حديثة مرقات سيدا أي جمهور قبان أيه راجحة وحوق بدن فاتحة آخرين تيادو واحد عدا مركا قفكو و إمامكي سو قادو إساقو إمامكي والركوع سيح مركا فاتحة دي لغامر ربو إي إمامكا أيو لالركوع عيا رقع دانا و ترسان عيا سيدو كالي هدي و إمامكي كو سو قادو إساقو تاغن فاتحة دينا و كقار سين وايو إن انتو كقار أيوم بو أخي إيا انتا كالنا و يكاد عيسا يو إمامكا أيو لالركوع عيا مسالة كالي علمة دوكا هدلا وحويي قف كان مأموم كاه إلا تجينا يو إساقا واجب ما كنت هاي فاتحة دا إنو أخريو وينسلق قرانينا إمام كي تدك تجينا يي إيا منفرد كي كي قوني دي سأوتو كان يي لبداس إن فاتحة دي لغدونا يو وحديث كي هرا يي نوت المامي مأموم كلا تجينا يو فاتحة دي ما أخري يام سما أخري يو علماء صدح قول بيك اللي يهين علماء قارك دو حي اللي يهين وحا واجب إنو أخريو صلاة دو سريها النقطو ومد قراءة هوس لو أخريها النقطة أما متكر لو أخريها النقطة قول كلابان دو حوران أيا كما واجب يسو كلا تجين أيو يا مأموم كأه إنو فاتحة دي أخريها أما صلاة جهريها النقطة أما سريها النقطة كما واجب يسو حاني دليشان أيا من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة قفك إمام له قراءة داس إمام كأيا يسيقن قراءة النقطة نيسا انكسو حديث كسان الكيسة وضعف كتشره ويا قولك صدحانا وحوران ايا صلاة سرية دا ويكو واجب يسائن واخريو صلاة جهرية دا لكن كما واجب يسو وإذا قرأ فأنصيتو بيدريشن ايا مركو اخريو آموس
صدح ذا قولي يا كتيرة قول كراجحة وحوية إن صلاة سريها النقطة أما جهريها النقطة ما ممكن لتشين إياه وفاتحة دي أخرنا إياه أن إتا أمرك أنك أقود منه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلهي وحفري قرآن كمارك الآخر إياه إن إلهي لما قنقره أو شيطان لفوقي إن حريست إلهي لقدر كيي إلهي لما قنقره ربي جاي وحولي هاي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم مركا دونت قرآنك إناد أخرده وحاد مغنقشا إلهي ووحاد كمغنقشا شيطانك لفوقيي رجيم بمعنى مرجوم حريص إلهي بلغ فوقيي ولغ إرهي كاسكا إلهي كمغنقل مركاس إنتان قرآنك الآخرين أيا استعاذذي للا إيمان أيها وحكا لولا أولان كرا سالمام أحمد رحمه الله تعالى أورين أيه أصحاب السنن الأربعة نايسو صارين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كإله بلغ مغنقل إياه شيطانك أعوذ وحن مغنقل إياه بالله إله بان مغنقل إياه من الشيطان شيطان بان كمغنقل إياه شيطان كاسو الرجيم أي المرجوم لفوقيي ونحريست إلهي لغيري استعاذه حوي مغنقل إلهي لمغنقله ولغا مغنقله وحكست أو شر له شركيس شيطان إريقاني عربي هم حكسو تشيدا من شطانا إذا بعودا مركا شطانا أيو كسو تشيدا ومعنه يدؤو يهي بعودا وفقادي كافهو بعيد بفسقه عن كل خير وامد إستقو مركا فق وكفقادي فسقه يسي حمانتيس خير ورنا كفق رجيم وحلو تشيدا فعيل بمعنى مفعول ووزنك وفعيل معنها لو تشيدان حوي مفعول مرجوم من حريستي إلهي لغا إريي وخير ورن لغا فقي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله مقع إلهي أبتدئ أيانكو بلابانيا أما أبدأ أنكو بلابانيا الله سوء الرحمن نحريس كود نحريسته ودنيا دا قال يا مسلم بأو نحريسته الرحيم الله سوء نحريس كارة نحريسته مالنت قيامي أو مسلمين تسجارة وقن حريسته أن ابن عباس رضي الله عنهما وفي رسولك صلى الله عليه وسلم أكورنية إنان رسولك قرنشرين سوردها وحاول حيا إلا لغو سودتي بسم الله الرحمن الرحيم صحابتنا وحي كفر فرتين كتابك إلهي وحكا استولى قبان أيو أما هذا لها النقضة أما عمل يشقها النقضة وحا السناء إن لغو بالله إن فربضنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويكسو أرارت وويسادة مركة لويسي سنة أيو بسم الله أيا لغو بالله بيا استوكا لمركة وحل قورا أيو بسم الله أيا لغو بالله بيا استوكا لمركة وحل عون أيو بسم الله أيا لغو بالله بيا استوكا لأ قلمدي بسم الله أيا لغو بالله بيا بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا مركا مقع إلهي إن وحكا استوناك سنو خيرا لغو حصو أيا السناء يضو لغا بركي سنة أيو وإلهي لو كالمي سنة أيو إن وحا كونا ما استرو كونا أقبله بسم الله بسم بعد سوحا فجر اسمنا واسم مجرورة بسم الله مقع إلهي بو أهادي ابتدائي بلا بشديد سوال عران كرا فعل والقدر كرا أبدأ وحنكو بالله يا بسم الله مقع إله لابد بنا والصحيح وحلاكي وناكسنين فعل لقدره ولبين مؤخر نقضه ولدن بيسيو أيا سي وناكسن إن اسم لقدر كرا علماء وحي إوه شدان بسم الله مجريها ومرساها إن فعل لقدر كرا وحي إوه شدان اقرأ بسم ربك الذي خلق الله وحو مقع إيهي ربك سبحانه وحنا لقوت الممائن ويهي الاسم الأعظم مقعيد إلهي كالد ما تود مقعان الله أي صفاء النقضان ولقى الصفاء مركة هالميل لقى الرئيب هالكامل لوحي كترتا سورة إبراهيم وأن هذا الكو إلهي يلي ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض
halka meel marka laga reebo magacii Allah oo isagu sifo noqday inta kale oo dhan isagu wuxuu noqdaa mawsuuf ama la tilmaame magacyada kalena waxay noqdaan sifo oo tilmaan ayay u noqdaan waxaana laga soo ishtiqaaqay ama laga soo dhambalay alaha ya'lahu ilahatan alaha oo macnaheedu yahay abada wa aabuday ya'lahu ya'budu wa aabudaya ilahatan ay cibaadatan qiraad ibn abbas oo akhriyay wayadharaka wa ilahataka ay cibaadataka baa loo jeeda arraxmaan iyo arraxiim waa laba magac oo mushtaqa oo laga soo dhambalo laga keenay naxariista min arraxma waxaana ku jira ku xeel dheeraansho lagu xeel dheeraanayo naxariista arraxmaan kii naxariista ballaadhan naxariisanayay ee naxariistiisa gaadhsiinayay gaal iyo muslim arraxiim allahaasoo naxariis gaara naxariisanaya oo maalinta qiyaame naxariistiisa ku gaar yeelaya mu'miniinta ibnu jarir raximahullahu tacaala wuxuu leeyay arraxmaan lijamiici alkhalqi arraxiim bilmu'miniin labada magac waxaana xeel dheeraansho badani uu ku jiraa magaca arraxmaan وخصص الرحمن بالتقديم لأنه أبلغ من رحيم إنه مشتق يهي وأن حريص لك كياني وحاو دليلة أنا الرحمن خلقت الرحيم وشققت لها اسما من اسمي أنا وحانا هي الرحمن وحانا أبو ري رحيمك وحانا أغتش يا حي مقع مقعي مقعان الرحمن وحكم دي هي مقعيد إلهي كوكارك أخ إعيدك لأن لو بحين كرين ساد رادي دمركو كدير هذي مسلمة الكذاب إنو لبح رحمن اليمامة إلا هيوحو عدي بنتيس وحانا ددك دحدو دو كعان بحي إنا يكون مقع عابان مسيلمة الكذاب مقع عيد إلهينا قيب إلهي أوكلي أيا لغو تلمامة عدك لنا لغو ما تلمامي كرو سأل الله الرحمن الخالق الرزاق ونحو ذلك مقع عيد قار كودنا إلهي باكو تلماما مخلوقنا ولغو تلمامي كرا الرحيم أوكلي ilaahay cidaan ahayn baa lagu tilmaamay markii nabiga sallallahu alayhi wa sallam laga warramayay wuxuu ilaahay yiri laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum aziizun alayhi ma 'anittum hariisun alaykum bil mu'miniina ra'ufur rahiim yaani mu'miniinta inuu yahay mid u turid badan oo naxariis badan ayuu ilaahay ku tilmaamay sidoo kale ilaahay waa as-samii' al-basiir wa min maqal badan oo arag badan makhluuqana ilaahay waa ku tilmaamay oo ilaahay wuxuu yiri إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا وحن ابن آدم كي يلبي له اللي هي مد وحمق لي أو حرك يا معنى دون ماها إن مقل كإلهي يأرق إلهي ين حريست إلهي يتمخلوق أيس شبهده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إلهي تلمامي سوح لمدي مجران وانا الله مقل كبدن اي ارى كبدن وحكا ستار كيا وحكا ستمقليا خلوق يسوكو ستاماها ارى كي سنة واكوبانيا مقل كي سنة واكوبانيا حريستي سنة ويكوبانتا مركات الهي لما مدخ الحمد مهد لما انتد لله الهي بي اصغنات الله سو رب العالمين عالم كأودن رب اوه الله سو الرحمن نحريس بالله نحريس ودنيا دا قال يا مسلم بو نحريس الرحيم الله سو نحريس قار نحريس وما لنت قيامه نحريس يساكو قار يا مؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما علم دا قارك ونوحي ليهن الرحمن وصفة ذات الرحيم وصفة فعل يعني الرحمن الله سو نحريس بالله نكتل ماما الرحيم الله سبحانه حريسي سعيد دونه يا خلقي سكامي ذا جارسيه مالك يوم الدين مالك الله سبحانه ملكيه ويسكله يوم الدين ما لنت ليس أبا المرن أيوه ليس حسابنا أيوه الحمد ومحط وأمان إله الأمان أيوه تلمامه سوى ونكسن الله أمان أيوه ألف كي الله مكوشرا والاستغراق جميع أجناس الحمد waxay wada gaadheysaa dhammaan noocyada mahadda oo dhan mahad kasta ilaahay ayaa iska leh nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu oran jiray allahumma laka alhamdu kulluh wa laka almulku kulluh wa biyadika alkhayru kulluh wa ilayka yurja'u alamru kulluh ilaahayow
adigoo kaliya ku sugnaatay mahad dhammaanteed. Lahaansha dhammaantii adiga ayuu ku sugnaaday. Gacantaada ayaanu ku jiraa khayr dhammaantii. Xaggaaga ayaana arrinka iyo taladaba loo celinaya. Marka alxamdu waa mubtadi lillaah, jaariye majruurku wuxuu ku tacalluqayo khabarkii ayuu noqonaya. Rabbil caalamiin, allahaasoo caalamkao dhan u rabbi ah. Arrab huwa almaaliku almutasarrif, waa ka mulkiya ee iska leh almutasarrif ee maamulaya. Ereygan arrabu markuu alwato cid aan ilaahay ahayn looma isticmaalo. Ilaahay oo keliya ayaa loo isticmaala. Haddii makhluuqa loo isticmaalayo waa la idaafeeya. Waxaa la odhanayaa rabbu daar, ninkii guriga iska lahaa ay saaxibu. Alcaalamiin waa jamcu caalam, wahuwa kullu mawjuudin siwa allah, waa caalam jamiciisii, waana wax kasta oo jira oo aan ilaahay ahayn. Ilaahay marka laga reebo shay kasta oo jira wuxuu noqonayaa caalam. Qaala fircawnu wamaa rabbu lcaalamiin, fircawn wuxuu yidhi waa kuma rabbu lcaalamiin, caalamka odhanka u rabbiga ah. Fayaa cajaban kayfa yacsi lilaah, ha am kayfa yajxaduhu ljaaxidu, wafii kulli shayin lahu aayatun tadullu calaa annahu waxidu. Alraxmaan alraxiim, ilaahay marka hore wuxuu isku tilmaamay rabbi lcaalamiin inuu caalamkao dhan rabbi u yahay. Haddana wuxuu isku tilmaamay alraxmaan alraxiim inuu yahay mid naxariis ballaadhan ku tilmaaman, inuu yahay mid naxariistiisa addoomihiisa cidduu doono oo khalqigiisa ka mida soo gaadhsiinaya. taasina waxa weeye aljamcu bayna targhiibi wa tarhiib, waxaa la kulminayaa jeclaysiin iyo cabsigelin. Markii la yidhi rabbi alcaalamiin, cabsi ayaa la dareemaya. Marka laakiin ilaahay uu raaciyey alraxmaan alraxiim, waxaa la dareemayaa targhiib iyo jeclaysiin. Lays jeclaysiinaya rabbiga in la caabudo oo la raaligeliyo. In badanna qur-aanka way kusoo aroortay, rabbigeen wuxuu leeyahay nabbi cibaadii annii ana alghafuuru alraxiim wa anna cadaabii huwa alcadaabu alaliim, waxaad uga warantaa addoommahayga anigu inaan ahay ka dembi dhaafista badan ee naxariista badan. Waxaad kaloo uga warantaa cadaabkayguna inuu yahay cadaab waxaa muujiya. waxaa kaloo ka mid a inna rabbaka sariicu alciqaab wa innahu laghafuuru raxiim, rabbigaa waa mid ciqaabkiisa u degdegayo waana mid dhaafid badan oo naxariis badan. maaliki yowmiddiin, maaliki iyo maliki labadaba waa la akhriyey, labaduba waa saxiix waana mutawaatir. waxaa laga soo qaatay min almilki, lahaanshaha. maaliki yowmiddiin, waa ka iska lahaa maalinta la is-abaalmarinayo. ilaahay aayad kale wuxuu yidhi inna calaynaa lalhudaa wa inna lanaa lalaakhirata waaluulaa, korkayga waxaa ahaaday inaanu caddayno oo aanu dadka u muujinno dhabbada xaqa ah ee lagu hanuunayo. wa inna lanaa lalaakhirata waaluulaa, aakhiro iyo adduunyaduna annaga ayay noo sugnaadeen oo iska leh. aayaddana ilaahay wuxuu tilmaamay inuu leeyahay maalinta lays abaalmarinayo, markaasitaa lays waafajinaya. hortu marka koowaad, maalinta qiyaame cid wax sheegan kartaa ma jirto. inay sheegtaan daaye ma hadli karayaan. laa yatakallamuuna ilaa man adina lahu araxmaan wa qaala sawaaba, yacni cidna ma hadlayso ciddu allaha raxmaanka ay u ogolaada mooyaane, ciddaasina waa cid odhanaysa hadal saxa. wuxuu kaloo ilaahay yidhi yowma ya'tii laa takallamu nafsun ilaa biidnih, maalintu ilaahay imanayo ma hadlayso cidna ma hadlayso nafina ma hadlayso ilaa biidnih, ilaahay oo ogolaada mooyaane. markaas maalinta qiyaame cid wax sheegan karta ayaan jirin, sheegashadii oo dhan ayaa hadhaysa. saa daraaddeed buu ilaahay isugu gaar yeelay oo uu yidhi maaliki yowmiddiin. talabaad, markuu ilaahay yidhi rabbilcaalamiin ayaa waxaa laga gartay inuu caalamka oo dhan oo isagu iska leeyahay oo u maamulayo. waxaa kaloo soo aroortay in maalinta qiyaame ilaahay uu dhulka qabanayo, samadana uu duuduubayo oo midigtiisa uu ku qabanayo, kadibna uu odhanayo ana almalik ayna mulukul ard ayna aljabaaruun ayna almutakabiruun, anugu waxaan ahay boqor ka wax walba leh ayaan ahay mulkiya. ayna mulukul ardi, boqoradii dhulka joogay maaye. ayna aljabaaruun, kuwii isweynayn jiray maaye. ayna almutakabiruun, kuwii kibri jiray ee makhluuqa ilaahay ku kibri jiray maaye. yowmiddiin, addiin waxa weeye aljazaa walxisaab, abaalmarinta iyo xisaabta weeye.
sidoo ilaahay baa u tilmaamay inay gaaladu odhan doonaan a innaa lamadiinuun, a innaa anagu lamadiinuun ay lamajziyuuna muxaasabuun, ma waxaa nahay kuwa la abaalmarinayo oo la xisaabinayo oo la xisaabinayo. Iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin, iyaaka adigoo keliya ayaanu nacbudu ilaahay u caabudaynaa, wa iyaaka adigoo keliyaanu nastaciin kaalma weydiisanayna. Cibaadada waxaa la yidhahdaa ama asal ahaan ay ka timid min adillah, isdullayn iyo is-uldhigis. Cibaadadu waxay koobsanaysaa jacayl dhammaystiran iyo is-uldhigis iyo cabsi. Saddexda arrimood oo isku jira ayaa waxay noqonayaan cibaado. Ilaahay baad caabudaysaa, ilaahay baa wixii uu ku faray aad samaynaysaa adigoo jecel isu dhuldhigaya ciqaabkiisana ka cabsanay oo ka baqaya. Mafcuulka ayaa la hormariyo, iyaaka ayaa lasoo hormariyey, damiirka munfasilka ah, waana lasoo celceliyey iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin. Wuxuu ku tusinayaa mafcuulka lasoo hormariyey xasri iyo koobis cibaadada iyo isticaanada iyo kaalmaysiga ilaahay lagu koobayo. Macnaheedu waxay ka dhigan tahay laa nacbudu ilaa iyaaka walaa natawakalu ilaa calayka. Hadalku markan dambe wuxuu isu bedelayaa khitaab. Markii horena wuxuu ku socday ammaan ilaahay la ammaanayo. Addoonku markuu ilaahay ammaanay ammaanay, wuxuu ka dhigmay inuu ilaahay u dhowaaday oo kale. Saa daraaddeed ayuu kaaful khitaab u isticmaalay oo uu yidhi iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin. Maqaamka cibaadaduna waa mid aad u sharaf badan oo addoonku sharaf uu ku helayo. Saa daraaddeed ayaa ilaahay rasuulkiisa wuxuu ku tilmaamay sallallahu calayhi wasallam inuu addoonkiisii yahay, gaar ahaan markuu ammaanayey alxamdu lilaahi aladii anzala calaa cabdihi alkitaab. Mahad oo dhan waxay u sugnaatay ama mutaystay ama la gaara kii soo dejiyey ee addoonkiisa ku soo dejiyey kitaabka. Calaa cabdihi buu ku tilmaamaya. Sidoo kale wa annahu lamaa qaama cabdullaah yadacuuhu kaaduu yakuunuuna calayhi libada. Arrinku waxa weeye markuu istaagay addoonkii ilaahay, yadcuuh isagoo ilaahay baryaya, kaaduu yakuunuuna calayhi libada, waxay ku dhowaadeen inay ku soo ururaan oo ay isdulbaxaan. Jinkii ayaa laga waramay. Sidoo kale ilaahay wuxuu yidhi subxaana aladii asraa bicabdihi layla, xumaanu dhan waxaa ka fog kii dheelmiyey addoonkiisa wakhti habeennimo ah. Cabdan wuxuu ilaahay ku tilmaamayaa addoon. Markuu waxyigii kusoo dejinayey, markuu dacwadda u istaagayey, ee uu dadka xaqa ugu yeedhayey, markuu ilaahay guuraysiiyey, ee uu geeyey almasjid alaqsa. Ihdina asiraata almustaqiim, ihdinaa ilaahay oo nagu hanuuni asiraata wadadii almustaqiima toosnayd. Markay soo horumartay ilaahay in la ammaano, waxaa habboonaatay in ilaahay la baryo. Waana ta ugu qiimaha badan, cidda aad wax weydiisanayso inaad marka hore ammaanto oo ammaan aad gogoldhig uga dhigto, kadibna aad wax weydiisato. Hidaayada halkan waxaa loo jeedaa alirshaad wa tawfiiq, yacni hidaayo waafajina, in qofka xaqii la waafajiyo oo la solansiiye ah. Hidaayaduna waa laba qaybood, hidaayatu dalaala iyo hidaayatu tawfiiq. Hidaaye ah hanuunin, qofka lagu hanuuniyo in xaqii la tuso oo loo caddeeyo. Taas cid kastaa way awooddaa, ambiyada iyo ducaadda iyo cid kastoo diinta ilaahay wax ka garanaysa way awooddaa. Nooca labaad, nebigana sallallahu calayhi wasallam waa lagu tilmaamay oo ilaahay wuxuu yidhi wa innaka la tahdii ilaa siraatin mustaqiim, dadka waxaad ku hanuuninaysaa waad ku hagaysaa wada toosan intii ka ahaatay. Wuxuu kaloo ilaahay yidhi wa amaa thamuudu fahadaynaahum fastaxabu alcamaa cala alhudaa, reer thamuud miyaah waanu hanuuninay, waxay jeclaysteen oo ay door bideen indhan la'aantii, waxaanay ka doorteen hanuunkii. Hidaayada qaybta labaad waxa weeye hidaayatu tawfiiq, qofka in xaqii la waafajiyo oo qalbiga loo geliyo oo sidii xaq ahayd uu raaco, taas ilaahay oo keliya ayaa awoodaya. Nebiguna ma awoodayo, cid kalena ma awoodayso. Rabbigeen wuxuu leeyahay innaka laa tahdii man axbabt walaakina allaha yahdii man yashaa wa huwa aclamu bilmuhtadiin. Nebi maxamed uma hanuuninaysid ciddaad jeclaysato inay hanuunto, walaakina allaha yahdii man yashaa, ha yeeshee ilaahay ayaa hanuuninaya cidduu doono inay hanuunto. Wa huwa aclamu bilmuhtadiin, isagaana ilaahay u aqoon badan
كوا حنونيا اي حق الراعية. الصراط افكع عربيد وحلو استعماله الطريق الواضح وتضع عد يعني قال الله على الحين هذا بهدي ليس فيديو اللي يلاهده قفك مؤمن كاسو كنت كان اي عبادي سنية اي حنون صن سديبو الهي حنون ويدي سنية هدي سؤاشها ليس فيديو جواب تيدو حين قنيسا الدوم مركز تبوح وباهي هي الهي سبحانه وتعالى ينو حق كسبه او تضحق راعه او مركز تبوح حيسته قران كان ان فربضا اي كسو ارورته الهي حلي هي يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله كو الهي رميي وحات خميسان الهي يا رسول كيس الهي ايمان بو اقريا امنوا رميي هذا نوح إلهي لي آمنوا بالله ورسوله إلهي رسول كيسا رمية حلو تشيدا رمين تايا هنوكا قصب نادا وهايستو حجيستا ستوكالي نبي صلى الله عليه وسلم وحينكو أرقني قرآن يضل فرأيو إنو إلهي كعصب يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين نبيو إلهي كعصب ولا تطع الكافرين قال ذا نحييلي نبي صلى الله عليه وسلم ayaa hadana alla ka cabsiba la faraya macnaheedu waxa weeye waxa la doonayaa inuu ku sugnado aw joogteeyo ayaa loo jeeda sirat alladheena an'amta alayhi sirat alladheena kuwi jidkoodina gu hanuuni an'amta adu ni'maysa alayhim kurkuda ka sirat waxay bedel ka tahay as-sirat ayaa laga bedelaya ghayr al-maghdubi jidki kuwi loo cadooday mid aan ahayn ولا الضالين كل مي جد كودا مد عن أحين إلهي ونبحانولي آيات أني واحد فسر عيسى الصراط المستقيم أي فسر عيسى كوالو نعميينا إلهي وحكوت المعمي سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا كوكا استوى إلهي رسولك إساء طيعا وحو لما عنقون يا يولتش ليا كو إلهي أنعمي وأخ نبي الشهداء كو إلهي تبكي سلود لي يا صالحين هو من أكسن غير المغضوب عليهم ولا جري ولا نعتي وحلق السفين يا الذين أي لقى السفين يا كوالو عراضي ويهودة سيلهي كتل مامي قرانك من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وانا تلمان تأقوين قرانك كتل مامو يهودا كوالو سنة وحوية كريستانك سيلهي بوتل مامي يؤيري قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل هرأي يؤلمين تدفر بضان ويلمين ويقلافتين وحيكلمين وضدي توصميت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كسبناتنا سداء يكفسريا مركز سورة لما يوحى السنة اللي لهذا آمين فحكى الله عرد كراه آمين والله عرضي ويهودة ويبع علم الله أي علم قودي كو عمل فلواي كو الله مينو حوية كريستانك وعلم الآن أي عمل فلين كطريقة صحانية توصاني وحوية ينقفك علمنا يا شخ علمي سنة وكو عمل فلخ آمين معنى هيدو حوية اللهم استجب إلهي ودو عداس أجيب وأقبل الكاسينك جوتشنين والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك